Amazing poor brother Lavish, who says the shaman. وبين الكلينيكال براكتس. النولج اللي اتوفرت لغايه دلوقتي
based on the social capital mice models, the same make use of it ونخليها on the clinical application of the human body. طبعا ال human being مقدرش انا استعمل الموقع بتاعه as an experimental model وابتدي اعمل اللي انا بعمله في rats وما ما ينفعش. احنا كنا دلوقتي عن ال human coming home وده اليسا الكونسبت ظهر في سنة 2013. ايه هو coming home؟ وازاي وصلنا للكونسبت بتاع الكونفرنس؟ قبل ما نخش في التفاصيل دي انا عاوز بس شويه معلومات بسيطه على بعض المعلومات عن البرين. المعلومات دي ما اصبحتش في الدومين اوف ريسيرش لكن اصبحت فاكتس. وفي نفس الوقت احنا بنحاول من خلال الفاكتس ديت نصول اللطف تشالنجز بالنسبه how the brain functions. Next. Okay. Do you want to start on this side? عشان تصوير الكاميرا بس. بعدين تحت السيريبرم في حاجه اسمها السيريبرم هيمسفيرز اللي عباره عن جزء مصغر من السيريبرم فوق او السيريبرم هيمسفيرز. طبعا لو احنا بصينا على المنظر ده this is actually the microscopic view. احنا بنبص على البرين بالطريقه دي. طبعا this is a very primitive وده اللي كان موجود over the last يعني طبعا احنا بنستعمله لغايه دلوقتي لكن ده كان تقسيمه primitive قوي. تمام؟ طبعا في سكيل تاني ممكن نبص عليه من خلال منظور تاني خالص ان احنا لو دخلنا بقى جوه البرين وشفنا السيلز بتاعته في كونسبت جديد ظهر دلوقتي انه البرين از اكشولي كونسيستنج اوف ديفرنت نيورونال سيلز. طبعا ديفرنت نيورونال سيلز معناها ديفرنت فانكشنز مش كده؟ وفي الحاله ديت النيو كونسبت بتاع الكومبارتمنتاليزيشن ابتدى يخش في الفيلد اوف نيوروساينس. بمعنى ان النهارده التمبرال لوب مسؤول عن الهيرنج، الاوكسيبيتال لوب مسؤول عن الفيجن، البرايتال لوب مسؤول عن السنسيشن والانتجريشن بتاعها، الفرونتال لوب مسؤول عن الاكزيكتيف فانكشن. طبعا هايبوثيتيكالي لو انا اخذت الاوكسيبيتال لوب ده وحطيته مكان التمبرال لوب، do you think you are going to vision things؟ ولا هتسمع مين؟ لا ما ينفعش لازم السيلز بتاعت التمبرال لوب هي السيلز اللي بنستعملها في الهيرنج. السيلز بتاعت الاوكسيبيتال لوب بنستعملها في الفيجن. اوكي؟ But this is one way of looking at the brain. ان احنا نبص على البرين كنيورونز، نيورونز اوف ديفرنت تايبس
and so of different functions. So the brain actually is a compartmentalized structure. الليفل الثاني اللي احنا ممكن نوصله كمان ان احنا نبص على المولكيولر ستراكشر اوف ذا برين اتسلف اللي هو الكونتنتس انسايد ذا نيورونز والجلايال سيلز اللي ان بتوين وكمان بنبص على الاستراكشر بتاع الدندرايتس والسباينز بتاع الدندرايتس ونبص هاو ذا دي ان اي از وركينج وذ ذا سايتوسكيلتون والسايتوزول انسايد ذا نيورون اتسلف والدندرايت ازاي بيتحكم. So the different levels actually in looking at the brain. طبعا البرين بتاعنا لازم نعرف انه كل اللي موجود في جسمك ده اصلا مصمم عشان your brain. يعني الحركه بتاعتك دي اصلا معموله علشان to communicate with the environment through your brain. يعني انت you are collecting information through your senses. البرين بيترجمها بعد كده انت بتتحرك. الحاجة التانية لو انا عاوز اتعرف على حاجة في الانفايرمنت اوكي ديفلوبينج ليرنينج او نيو اكسبيرينس زي مثلا تاتش عاوز مثلا امسك حاجة اتعرف عليها باي ذا تاتش سنسز انا بتعرف عليها يبقى الموفمنتس اللي انا بعملها كمان عشان اتعرف على الانفايرمنت. اوكي تخيل بقى نفس الشيء the liver actually is functioning to develop الميتابوليزم ويكسر ويحرق وياخد الجلايكوجين يقسمه وياخد الفات سيلز بتاعته مش عارف الحته الفلانيه عشان يطلع انرجي لانه البرين لوحده از ا مانستر اوف انرجي. البرين ده حوالي كيلو 200 جرام بيستهلك حوالي 20% من الانرجي ريسورسز اللي البودي بيستعملها. فتخيل بقى لو بودي ويت 80 كيلو وكيلو واحد بس ياخد 20% من الطاقه الموجوده دي كلها how the brain is a very valuable structure. يعني الكل بيشتغل عشان البرين. والبرين ذات نفسه كمان بيدي information to all the structures inside the body علشان يموديوليت them ويخليه working all the time. طبعا this is very very النقطة الثانية كمان اللي احنا لازم نعرفها انه البرين is ever changing structure. يعني الثانية بتاعت دلوقتي البرين بتاعي هيتغير عن الثانية اللي بعد كده والبرين بتاعكم نفس الشيء is an ever changing structure. Very very يعني فعلا عبقرية الخلق كله in the neurons. عاوز يعني feel what God has been doing هو النيورون. وأنا بسمي النيورون it's a mini universe. يعني الجالكسي اللي احنا عايشين فيه أو اليونيفرس اللي احنا عايشين فيه النيورون عبارة عن صورة مسخرة وإزاي in a cell which has actually 10 micron diameters فيها كل الـ functions دي وإزاي the billions of neurons inside the body inside the brain يعني انتو تعرف مثلا من النيورونز الموجودين في البرين بتاعنا تقريبا 300 مليون مرة قد النجوم الموجودة في الميلك واي جالاكسي. تخيل بقى الميلك واي جالاكسي قد ايه نجوم فيه قد ايه انت عندك نيورونز 300 مليون تايمز مور ذان ذا كومبوننتس او النجوم الموجوده في الميلك واي جالاكسي. طب هاو از ذس جوينج تو هابن يعني ازاي البرين بيتشينج؟ طبعا احنا عارفين انه الدي ان ايه في البلو برنت اللي هو العقد الازرق يعني كل المواصفات لاي سيل في البادي لاي بروتين موجوده داخل الدي ان اي جست برنت اوت بنكوبي منه اللي احنا عاوزينه من اي سيل طبعا منهم النيورون سيلز. طبعا الدي ان اي احنا كنا زمان عارفين ان الدي ان اي عباره عن كروماتين. الكروماتين دي اصلا موجوده على الكروموسومز والكروموسومز ديت عليها الجينات والجينات ديت هي فيها الكودنج ماتيريال وفوق الشفره بتاعتها في حاجه اسمها ميسنجر ار ان اي مش كده بياخد رساله من جوه النيوكليوس يطلعها بره بعد كده في حاجه اسمها ترانسفير او يعني العمليه بتاعت الترانسكريبشن بعد كده في عندنا عمليه ترانسليشن وال ار ان اي في
taking another RNA, you did it translate, where you did the decoding, where you come on proteins. The proteins are عبارة عن amino acids, هم 20 amino acids اللي نعرفهم. ودول بيحطوهم زي السبحة كده جنب بعض. والبروتينز دي بتروح على الاندو بلازما الانتيكولم تقعد تشكلهم تشكيله معينه تدخلهم في حاجه اسمها فيسيكلز. في الفيسيكلز دي بتترتب الحروف. بعد كده كل واحد من الفيسيكلز دي يطير يروح للمكان اللي هو محدد ليه, يروح على السيل سيرفيس, يروح على الميتوكون, وات ايفر. اوكي, اكتشفنا بقى حديثا اوفر ذا لاست 5 او 7 ييرز انه الدي ان اي ده مش قاعد كده لوحده. اي حد يخش يقول له لو سمحت اديني كوبي من الحاجات الفلانيه, لا, اكتشفنا ان في ماده حاضنه للدي ان اي اسمها الايبيجينوم. والايبيجينوم ده عباره عن بروتين. البروتين ده بيغطي الدي ان اي, وده حلقه الوسط بين السيل والاكسترنال انفايرمنت. اوكي, قلنا كويس العمليه اتحلت وابتدينا نفهم شويه. لكن من حوالي 4 to 5 years اكتشفت حاجة جديدة خالص اسمها الترانسكريبشن فاكتورز, عبارة عن مجموعة بروتين تانية موجودة تخش هي حلقة الوسط برضه بين الاكسترنال انفايرمنت. هي تخش تتكلم مع الايبيجينوم وتقول للايبيجينوم افتح الحتة الفلانية عشان انا عاوز اكون بروتين من او اخد كوبي من البروتين الموجود في الجين. كنا الاول عندنا فكر انه البروتين از جين, والجين ده موجود في حته فلانيه نعمل كوبي منه نقدر نعمل البروتين. النهارده القصه اختلفت تماما, اكتشفت ان في حاجه اسمها الجين نتورك. يعني ايه؟ يعني ممكن بروتين واحد يبقى فيه 20 جين موجودين in different locations عشان يصنعوا البروتين. لقينا حاجه غريبه جدا, ان ممكن البروتين اللي احنا صنعناه في حاجة اسمها splicing enzymes موجودة داخل النيوكليس تقعد تقص تقص وتلسق وتطلع بروتين جديدة. فعشان كده في عندنا redundancy جامد جدا في البروتين synthesis و its function inside the brain. طبعا هقول لي الكلام ده very weird. It's not weird. هديك example. هل الهيومن بينج اللي عاش 6000 سنة قبل كده هو كان عنده capability للبرين بتاعه انه يديل with the what we have technologically in our hands now؟ استحالة, مش كده. يعني النهارده في ولاد صغننين هو بيشتغلوا على الايباد, سرعة ايديهم والتكست مسج اللي بيعملوه والجيمز اللي بيلعبوها جينيريشن قبلين ما قدرش يعمل الكلام ده. طبعا ده معناه ايه؟ معناه انه brain developed solutions for this, created new proteins, okay, new connections, new functions. عشان كده احنا بنقول البرين از ان ايفر تشينجينج ستراكشر. طبعا الستراكشر ده معناها انه في فانكشن جديده. يبقى الهيومن بي كل ما بيديفلوب فانكشن بيغير, كل ما بيغير بيروح على الايبيجينوم وعلى ترانسكريبشن فاكتورز دي يغيرها, لكن الدي ان اي ثابت ما بيغيرش. اوكي؟ طبعا في تو ميجر بروجكتس موجودين اول اوفر ذا وورلد دلوقتي. Very hot topics اللي هو هيومن كونكتوم, بس للاسف البادجت المصروف عليه قليله نسبيا. وفي بقى الميجا بروجكت ده جماعه اوروبيين متبنيينه وصارفين عليه دلوقتي حوالي 1 بليون دولار, وده موجود في سكندنافيان كانتريز. وهم اكسبكتنج ان هم يعملوا سيميليشن للهيومن موديل بتاع البرين within the next 10 years. But I don't believe that it's going to happen. يمكن نقدر نلاقي solution قريب من what's going on in the world. لكن اللي انا عاوز انقله انه how the R&D اللي هو research and development بيتصرف عليه في الدول دي عشان يوصلوا ل how the brain functions. الكورتكس بقى which is the hardware of neurons inside the body inside the brain itself. طبعا زي ما قلت لكم احنا كنا بنتكلم frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. النهارده عندنا اكثر من 180 area inside the brain which has different functions. Different functions. You can imagine ممكن الرقم ده كمان 5 سنين او 3 4 سنين تغير ويبقى ارقام وهميه we cannot actually go through.
دلوقتي احنا من خلال بقى الريسيرش وورك والنولج ديفلوب اوفر ذا لاست 3 ديكيدز ابتدينا نبص على الكورتكس على انها مكونه من حاجه اسمها موديولز او ميني موديولز، بمعنى انه مجموعه من النيورونز بتتكلم مع بعضيها وبتعمل فانكشن واحده، والموديول ده اللي هو الميني موديول ليه سيكنس معين وليه دايمتر معين في الكورتكس اوف ذا برين. اوكي، الميني موديول ده احنا بنعتبره زي المايكرو بروسيسور بتاع exactly the same microprocessor بتاعنا. البرين بتاعنا الاستيميشن ان فيه حوالي 100 بليون ميني موديولز في الهيومن كورتكس. والكونسبت بتاع الميني موديول ده جاي من الاكسبيرمنتال راتس اللي هو اللي بيسموه الويسكر سيستم، اللي هو الجنبات بتاعت الفران. الفران طبعا عارفين هم عايشين في تانلز دي ار بلايند، لكن هم بيتعرفوا على النظام بتاعهم من خلال الويسكرز والحركه بتاعتهم. الويسكرز دي ار فيري ويل ريبريزنتد في الكورتكس بتاعت المايس اتسلف، فطبعا ستيميليشن اوف وان ويسكر بيعمل اكتيفيتي ان سيرتن ايريا اوف ذا برين اتسلف. فاللي بيحصل بالظبط ان احنا الشنبات بتاعت الفار ديت العدد بتاعها موجود في الكورتكس بتاعت البرين، ولقينا واحنا بنعمل stimulation of the whiskers through the optogenetics انه في اريا معينه inside the cortex is actually firing لما بعمل stimulation دي الويسكر. كل ويسكر لوحده انا محدده ومتقسم كمربعات، فعندنا مثلا column vertical وcolumn transverse، زي مثلا A B C D E M، وفي مثلا 1 2 3 4، فلما هو مثلا area C2 يبقى ده الويسكر الفلاني انا بعمله stimulation الاقي حته في الكورتكس بتفاير. تمام، عارف ان انا زاد الفاير. التجربه يعني مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي عشان ما نخرجش بره الموضوع نفسه، لكن anyway لقينا ان احنا بنعمل ستيميليشن للويسكر او نحركه في اريا اوف ذا برين بتفاير. اوكي، بتدي سيجنال، ولقينا الاريا دي بعد شويه تبتدي تبروباجيت، بعد شويه تروح لديفرنت اريز انسايد ذا برين. اوكي، ده الكونسيبت بتاع الموديول او الميني موديولز جاء من الراتس ومن المايس الصغيرين خالص من خلال التجارب دي. النقطة المهمة جدا زي ما احنا قلنا انه الميني موديول الواحد عبارة عن سيكنس بين 1 و4 ملي، والدايمتر بتاعه 50 مايكرون. 50 مايكرون يعني تقريبا نص الشعرة بتاعت الراس. يعني الشعرة بتاعت الراس حوالي 100 مايكرون، which we can see. كده تقريبا قد الاوفم. احنا بناخد بقى 50 مايكرون يعني نصها بالظبط الدايمتر بتاعها، وده الميني موديول. الميني موديول ده فيه حوالي 100,000 نيورون. الميني موديول الصغنن خالص ده اللي هو ارتفاعه من 2 بليون 4 والدايمتر بتاعه 50 مايكرون فيه 100,000 نيورون. واحنا قلنا احنا عندنا كام؟ ميني موديول عندنا 100 مليون 100 بليون، صح؟ طيب هنعقد بقى الموضوع اكتر كمان. الميني موديول الصغنن خالص ده اللي فيه 100,000 نيورون يكومينيكيت مع 10,000 ميني موديولز تانيين. فيري كومبليكيتد سيستم. احنا اللي هنتفرج عليه دلوقتي ده ميني موديول من الانيمال موديل اللي هو الراتس والمايس، وده تم تركيبه او وصلنا له في خلال 3 سنين. وزي ما قلت لكم ان احنا لقينا ويسكر بنستيميليت في حته معينه موجوده في السنسور كورتكس بتاعت الرات بتنور. بعد كده اخذنا الحته الموجوده في الكورتكس بتاعت الرات ديت. اوكي، واللاير بتاعت الكورتكس 6 لايرز، وابتدينا نعمل بروبنج لكل لاير ونشوف انه منطقه من الكورتكس، يعني الكورتكال لاير 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، لقينا انه واحده منهم اوكي بترسبوند
وبعد كده ازاي بيحصل السبريدنج. دول لما هتبصوا على الصوره واضحه ولا مش واضحه؟ مش واضحه عشان الضعف. For example, in the retina, بتاخد stimulus واحد من اللايت وتبقى عنده النيورون موجود في الفيجوال كورتكس. السيستم ده يقعد شغال في layer 1 and layer 2 okay by linearity لغايه layer 3. بعد ديت يعني في اول layer زي ما قلنا في linearity، ثاني layer في reductionism، ثالث layer برضه في reductionism. بعد كده في ثلاثه layers من الكورتكس اللي بيحصل بقى اللي بيشتغل سيستم تاني خالص which is a very complex system اللي احنا بنسميه بيحصل nominal chaos لكن actually it's not a chaos. هو اللي بيحصل بالظبط انه يبتدي بعد السيستم ده we lose linearity فبنخش in a very complex way of communication بحيث انه ال mini module itself لما يوصل ال threshold يبتدي communicate مع بعض. لما يبتدي communicate مع بعض بطريقه الكوميونيكيشن ديت وطريقه الاستيميليشن بتاعته بتعتمد على حاجه اسمها the initial point of sensitivity. يعني انا الميني موديول الصغنن ده الرساله من الثلاثه لايرز وصلت له من انه حته؟ من هنا او من هنا او من هنا او من هنا او من هنا. اوكي؟ بيست اون ذس بيبتدي حاجه تسمع يعني يحصل حاجه اسمها التراجكتوري او الاتراكشن يعني ده اسمه تراجكتوري. يعني لو ده الميني موديول وانا اخدت اللينياريتي من اهوت والريدكشنزم بعد المنطقه دي الميني موديول هيشتغل. لما يجي يشتغل الميني موديول وفاير زي ما احنا شفنا بافيك كده هوت بيبتدي ينتشر مع الحته الثانيه السيجنال هتخش له من حته اسمها ذا بوينت اوف سنسيتيفيتي او انيشال بوينت اوف سنسيتيفيتي. زي ما قلنا ده الميني موديول ممكن الانيشال بوينت اوف سنسيتيفيتي تبقى هنا او 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 هنا او
من بعديها على طول السيستم البرين اكشوالي بيلوز الفانكشن بتاع جنريشن ريجنريشن اند بروننج. زي ما احنا قلنا ان احنا بنتولد عندنا عدد كبير، العدد الكبير ده المفروض يقل مش كده عشان نشوف الخلايا الكويسه اللي ممكن تشتغل زي فرقه الباليه. فده للاسف يعني الكومبوننتس اللي موجوده في البرين في الاطفال بتوع الاوتيزم ان في سيلز موجوده لسه مش عارفه تواير اتسيلف وتكومبليكيت وتتش. طبعا البرين بتاعنا فيه نيورونز وفيه جلايل سيلز. النيورونز طبعا دي مسؤوله اساسي عن الفانكشن اوف ذا برين، لكن الجلايل سيلز ار فيري امبورتنت سيلز لان without the glial the neurons will not function. احنا تقريبا عندنا عدد مماثل من الجلايل سيلز بالنسبه للنيورونز، في يعني في خلافات كده في العدد بتاعها لكن this actually the number that we agree on. الريشوز بقى بتاعت الجلايل سيلز تختلف من لوكيشن لوكيشن. يعني فور اكزامبل ان ذا كورتكس اوف ذا برين كل نيورون بيخدم عليه اربع جلايل سيلز. طبعا الجلايل سيلز فيري امبورتنت لان هي بتدي نيوترنس للنيورونز وفي نفس الوقت كمان هي اللي بتديله السكه يعمل الوايرنج والري وايرنج وبتغير الدنترايز تروح تتصل ازاي. وفي نفس الوقت كمان الجلايل سيلز مسؤوله عن عمليه الريكابتشرنج وريسايكلينج اوف ذا نيورون ترانسميترز. لان لو البرين اتساب وما حصلش ريسايكلينج ميكانيزم هيستهلك كمية طاقة رهيبة، هيستهلك كمية نيتروجين وأكسجين رهيبة، لكن الإفشنسي أوف ذا سيل صغننة خالص ديت إنها ريسايكلينج إز أ ميجور بارت أوف إتس فانكشن. الحاجة التانية كمان إز فيري إنرجي إفشنت. تعرفين النيورون أو السيلز بتاعت البودي بتاعتها تستهلك تقريبا 95-99% of the energy provided to it. أعظم engine في العالم تستهلك قد إيه؟ 15%. يعني الطيارة العملاقة أو الصواريخ اللي طالعة في الشاتلز والكلام ده كله الفيول اللي بيتحط جواها الاستهلاك منه حوالي 15%. الباقي واسع. فتخيلوا بقى السيل صغننة خالص دي لما تديها طاقة تستهلك من الكونتنت بتاعت الطاقة ديت 95%. It's amazing. الكونسيبت ده فيري امبورتنت. ليه؟ لانه اي واحد عاوز يدومين العالم في حاجتين مهمين جدا لازم يسيطر عليهم. يسيطر على السورس اوف انرجي ويسيطر على ايه؟ على the ways of logistics. مش كده؟ ده اللي هتشوفه في اليوم. يعني اي حضاره من الحضارات سادت لفترة من الفترات، سادت لأنه كان عندها حاجتين هي اللي بتدوسها. الإنرجي أند الريجستس. طيب، السيربيلم ده كل 5 نيورونز في بس جلايد سيل واحدة بتسبورت، البرين ستام كل نيورون ليه 12 جلايد سيلز، لأن البرين ستام إز أ فيري فيري امبورتنت فانكشن. أي معلومة من السنسز طالعة ما بتعديش كده على الأرض بتروح على الكورتكس. نو. It has to stay in the big brain. يحصل لها بروسيسنج بيلاقيه بعد كده تطلع على الثلمس. الثلمس ده زي ايه؟ يعني سكرتير عام مش عارف مكتب الوزير او مكتب الرئيس. يعني بعد ما المعلومه دي كلها توصل للبرستن توصل للثلمس، الثلمس ده يقول لا يروح هنا لا يروح هنا لا ده يقف لا ده عاوز تعديل. ده منظر نهار للامبورتنس بتاع الجلايد سيلز. هنشوف جلايد سيل ممكن تعمل ايه. مثلا في هنا جلايد سيل هتتحرك من الطريات. بص لما استدعاها هتروح هتفك اشتباك موجود الهواء هتفك دندرايز تفصلهم مع بعض تفصل تو نيورونز وفي نفس الوقت اي دامجز حصلت موجوده هتابسوربت. اوكي ده one of the functions of the glial cell. طبعا في functions ثانيه انها بتعمل الميلي اللي هو بيأيسوليت الريسبتات اللي كوندكشنز بتاع الفايرنج بتاع النيورونز وفي نفس الوقت كمان هي جزء من الميو سيستم اوف ذا برين اتسلف بحيث انها بتخش تعمل ريكونسنس بتشوف اي حاجه ابرمه بتتعامل معاها. اينشتاين طبعا عشان نشوف اهميه الجلايد سيلز. اينشتاين طبعا البرين بتاعه دايسكتد ميني سم تايمز وبنسيجن سبيسيفيك ميني تايم اكتشفنا انه عدد الجلايد سيلز بتاعته
20% more in other human cohorts. عشان كده تخيلوا ب quantum mechanics و theory of relativity اللي عملوا في البريك داون لا يمكن ابدا تحقيقه بتجارب عمليه. فاهمين؟ يعني اكيد هو عمل اللاب بتاعه inside his brain and he developed the equations بتاعته بحيث ان الموديل الموجود في البريك داون لا يمكن ابدا تحقيقه بالبريك. اوكي؟ نعم. كانت زيادة في منطقة ولا في توتال؟ زيادة موجودة في منطقة بالذات المظبوط في الاسوسيشن اريز بتاعتها. هنشوفها دلوقتي. على بريك ده بقى العملية المعقدة جدا للغاية. السينابس الواحد اللي هو مكان الاتصال اكسون على دندريتك سباين في 25,000 بروتين. رقم غريب 25,000 بروتين موجودة على الدريتك سباين دي اللي هي حوالي 5 مايكرو. احنا عندنا كام سينابس؟ كل نيورون بيتصل ب 10,000 مش كده؟ طيب معنى كده انه السينابسز دندرايت فيهم 250 مليون بروتين. يعني النيورون الواحد هو السوما والاكسون موجود هنا في دندرايت بيتصلوا 10,000 نيورون. السينابسز الموجودة دي كل واحد فيه لو قلنا 25,000 عندنا 10,000 سينابس يبقى عندنا 250 مليون بروتين. الاكسون ذات نفسه والبادي فيهم كمان ايه 250 مليون بروتين يبقى التوتال بتاعنا عندنا 500 مليون بروتين موجودة في النيورون والدنترايتس والدريتك سباينز والاكسون والاكسون. الهاف لايف اوف ذيس بروتينز از 24 اورز. يعني معنى كده ان كل 24 ساعه البروتين دي بتتغير. طبعا اتس ا فيري يعني انرجي كونسيومينج بروسيس وفيري ديفيكولت. يعني طبعا احنا قلنا بروتين معناها جينز مش كده؟ يعني معنى كده انه يعني النيوكلس عماله يجي لها معلومات صنعي صنعي صنعي. نو النيورونز اخترع حاجة خاصة بيه مش موجودة في أي حد خالص. إيه هي؟ المصنع what we call micro RNA. micro RNA عشان قلنا في حاجة اسمها RNA بيعمل ترانسكريبشن دي DNA جوه. النيورون عمل إيه؟ عمل micro RNA حطهم مكان الدندريتك سباينز الموجودة في البريفري. بحيث ان دي عندها تعليمات انها تغير البروتين الفلاني في الساعه الفلانيه في التوقيت الفلاني. It's a very synchronized and balanced process. ده المنظر بتاع ازاي النيورولايت تيم ده اللي بيوصل الدندرايتس او الدندرايتك سباينز مع other neurons ازاي بيتعامل. This is a neurolight tube وده هنا الدندرايتك سباينز. شوف بقى هتسحب الدندرايت من السباين ازاي؟ This is a newly developing dendrite and spine. طبعا تخيل بقى يعني طبعا احنا بنتكلم كل واحده بتقول فيها 25,000 بروتين. اوكي؟ فالبروسيس ديت شو بقى محتاج ان انا اكونها بروتين. طبعا محتاج اروح انا للنيوكليس او لو سمحت يديني مسجر ار ان اي عشان اروح اترجمه واروح للدرايف الموجوده. طبعا لما تيجي تعمل السيميليشن دي للاكسون والنيورون يعني منظر رهيب. يعني بمعنى مثلا ايه ان انا ممكن انتوا عارفين ميدان الزهور. يعني ممكن نعتبر انه الكنينه بتاعت ميدان الزهور دي عباره عن السيل بادي او السوما والاكسون بتاعها ممكن يكون على المستشفى. يعني ما طبعا المشروع ده على المايكرو ليفل مش واخد اللوجيستكس ازاي اشتغل 24 ساعه واغير البروتينات بتاعتي كل نصهم كل 24 ساعه وابتدي بصحصح طول الوقت واعمل كوميونيكيشن دي كلها. طبعا كل ده ليه؟ لان البرين جيمز الطاقه دي كلها عشان يبقى جاهز
which is an execute function. So, and we can do the function at any time. The somewhat order the game in front. Okay, يعني أنا ما بستهلكش تفكير أو وقت عشان أعمل كده أو عشان أقول حاجة. No. The brain can do this. However, it's controlling itself from doing it. فهو البرين بيبذل كمية الطاقة الخرافية دي عشان to keep yourself ready for that. And surprisingly enough, at the time of execution of an act, كل البرين بيطفي. يعني وانا بعمل كده هو اللي بيشتغل بس المنطقة اللي هتحرك السرعة ده البرين كله يقف. طبعا مش يقف معناه ما بيشتغلش. لا. You're not only this function. On. Okay. احنا بقى ممكن نستفيد بقى من الـ من الـ اللي احنا قلناه ده كله. Of course, yes. Next. ازاي نستفيد منه بالادفانسد انرجي تكنيكس وي هاف اللي هو الفوليومتري والكورتيك ثيكنس. And we can actually measure now the cortical thickness of that heart. And we can map the cortex now by an automated way. وفي نفس الوقت نعمل حاجة اسمها diffusion energy أو diffusion cartography energy أو diffusion energy. إحنا ممكن نصور حركة الـ water molecule inside وهي ماشية في التراكس اللي بتوسع السيجنال اللي بعديها. وكمان من خلال الـ functional energy. Now that brain هو شغال we consume energy we consume oxygen من خلال الـ variation في الـ oxygen consumption there what we call the ball technique we can signal changes inside the MRI our tissues by the MRI and we can actually energize the functional brain energy okay ده المنظر دلوقتي بتاع الكورتيكس واحنا تقريبا عندنا الـ database بتاع كل الـ normal brains all over the world حوالي 700 حالة covering الـ age matching men and males كلهم normal volunteers we have actually this data الـ data دي بقت automated واحنا يعني enough ان انا اعمل الـ volumetry ومن خلال الـ volumetry ده كل الـ ear inside the brain حتى الـ 180 area اللي احنا كنا بنتكلم عليهم recently mapped we can identify them on the brain and we give the thickness of the cortex okay زي ما احنا قلنا thickness of the cortex هو ده اللي فيه mini modules قلنا ان احنا عندنا 100 billion mini modules so تخيل بقى ان انا ممكن احدد مكان cortical thickness او الديفكت اللي موجود في cortical thickness وقد ايه ده اخذنا في حالات الابيليبسي حالات الدمنشيا حالات Alzheimer, you name it, okay? حالات الاسكيزوفرينيا. Now, we can actually, or we have the belief that on any complaints related to the brain, the cell structure changes. Now we can see actually the خلل the structure of the brain itself. Okay, next. النهاردة كمان ممكن نشوف التراكتس اللي هي بتوصل المعلومات من الكورتكس وتنزلها او بتاخد المعلومات من السنس وتطلعها فوق. We can actually image these tracks. وممكن كمان نعملها نحدد النيمز بتاعتها. Okay. Not only this, لكن كمان ممكن نأسس the efficiency of these tracks. بمعنى ممكن تبقى تراك موجودة وفايبرز لقيتها موجودة. However, it's not efficient in transporting the information. اللي هو TPSS. We are the leader actually in the lab بتاعنا في TPSS وفي التراكتورفي اللي هو ديفيجن تراكتورفي طبعا الفيزيكس بتاع كله كومبليكيتد شويه بتعتمد على حاجه اسمها انتروبي وطبعا الانتروبي ده عباره عن ثيرموداينامكس الدوز بتاعتها فيري كومبليكيتد والجيني فاكتورز والكلام ده كله انه يعني اي سيستم لازم يبقى ثيرموداينامك لو كان unstable بيوصل لمرحلة معينة تمام وبعد كده لازم يحصل فيه break down of the system مش كده عشان يوصل لمرحلة الإكوليبريم يعني exponential معناها linearity بعد linearity لازم ايه يخش فيه chaos عشان كده البريك بتاعنا you cannot say ان هو in a state of equilibrium all the time it's an ever changing structure عشان يكيب الكوزية في العامة في أي وقت okay وفي أي لحظة برضه الفانكشن انجينز اللي احنا قلنا نكتشف او اعتمدنا على
the way the brain is consuming oxygen and glucose, okay, where the imaging technologies now evolved technique, based on the variability field oxygen consumption, the carbon dioxide inside the brain, with glucose consumption itself, we have changes in magnetism of the neurons, our cortex inside the brain itself, has in the moment the image, the function of the brain. طبعا كنا لقونا كمان على حاجة اسمها task base. يعني أنا عارف الموتور كورتكس فين، فبقول للعيان حرك صابعك، حرك صابعك الكبير، ممكن يعني أخليه repeat after me بعض الwords، أو أوريه شوية صور، وأشوف الـ areas of the brain activated at that point. لكن إحنا دلوقتي عندنا بيسموه الـ resting functional imaging، إن إحنا اكتشفنا انه زمان واحنا بنعمل تاسك بيس ان كان في نويز موجوده في السيستم. And later on we discovered it's not noise. That the energy in the brain be spent عشان يحافظ على الجهوزيه بتاعته. فالنهارده كده بحط emphasis على resting function. And this is the way how we see the brain itself. بحيث ان احنا ممكن نحدد